إلى هذا تتواصل في مدينة شرم الشيخ أعمال التطوير والتجهيزات اللازمة لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27. وللمزيد معنا من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، بعد التحية ضعنا في آخر مستجدات الأعمال الجارية بالمدينة. نعم، تحياتي لكم في الاستوديو وتحياتي لجميع مشاهدي القناة الأولى. نحن نتحدث هنا عن عمل مستمر أكثر من 24 ساعة متواصل، ما زال العمل مستمر لا يتوقف تماما. هناك العمل في جميع المناحي داخل مدينة شرم الشيخ، سواء كانت الخاصة بالبنية التحتية، سواء كانت الخاصة بالصحة، سواء كانت الخاصة بوسائل المواصلات المختلفة ووسائل النقل داخل المدينة، سواء كانت الأجزاء الخاصة بالمماشي السياحية والممرات السياحية، أو حتى تطوير الطرق والكباري ومختلف يعني المجالات داخل هذه المدينة التي يعني تستعد لاستقبال مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل. نتحدث اليوم إذا خصصنا أكثر عن الجانب الصحي. قمت بجولة اليوم وداخل مستشفى شرم الشيخ الدولي ورصدت آخر الاستعدادات داخل هذه المستشفى، هذه المستشفى التي تسعى الآن للحصول على العلامة الخضراء. وهذه العلامة الخضراء معناها أن المستشفى أصبحت صديقة للبيئة بالكامل، أي أن جميع المستلزمات الطبية وغير الطبية داخل هذه المستشفى هي مستلزمات صديقة للبيئة وليس لها أي انبعاثات كربونية من الممكن أن تؤثر على المناخ بشكل عام ولا، وأيضا بشكل أو بآخر استخدام جميع الأدوات داخل هذه المستشفى بأدوات صديقة للبيئة. أيضا داخل المستشفى جاري العمل على محطة لتحلية المياه لإعادة استخدام المياه ربما الراكدة أو المياه غير الصحية داخل المستشفى لإعادة استخدامها لتوصيلها للزراعة حول المستشفى وفي مدينة شرم الشيخ بشكل عام. حتى أن أيضا استخدام الطاقة داخل المستشفى، الطاقة الكهربائية واللمض الكهربائية وغيرها، أيضا يتم استخدام الأدوات والآليات الصديقة للبيئة. لذلك هي يعني تكاتف داخل هذه المستشفى من جميع الجهات وجميع المجالات للوصول لفكرة التحول الأخضر لمدينة شرم الشيخ. هذا بالطبع بالإضافة لتجديد كامل للحوائط والأرصفة من أمام المستشفى، وأيضا حتى هذه المواد المستخدمة في الأرصفة والحوائط هي مواد أيضا صديقة للبيئة. هذه نظرة ربما صغيرة حول المستشفى والجانب الصحي داخل مدينة شرم الشيخ استعدادا لاستقبال مؤتمر الأطراف المعني بالتغيرات المناخية من الأمم المتحدة. نتحدث أيضا على الممشى السياحي. رصدنا منذ أيام يعني التطورات الخاصة بالممشى السياحي الجديدة على مسافة 6 كيلومترات، واليوم أيضا تطور كثيرا خلال هذه الأيام. ربما أنا أقف الآن داخل هذا الممشى الجديد ورصدنا أيضا آراء السياح، سواء كانوا من الأخوة العرب أو حتى من الأجانب من خارج الدول العربية، الذين تحدثوا عن التطور الملحوظ وشهدوا أيضا الفارق الواضح على أرض الواقع بين الآن مدينة شرم الشيخ، سواء كان الممشى السياحي الجديد أو حتى الممشى السياحي القديم مثل خليج نعمة، والتطورات التي حدث فيها التغيير للواجهات باستخدام أيضا أشكال وألوان مختلفة أيضا صديقة للبيئة. هذه هي الأهم. وأيضا الكثير من الزراعات المختلفة على طريق طول طريق السلام أيضا لتساعد أيضا على الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. هذه نقطة. أيضا هناك الجزء الخاص بوسائل النقل داخل مدينة شرم الشيخ. وسائل النقل داخل مدينة شرم الشيخ الآن تزينت أجمعها، يعني سواء كانت يعني سيارات الخاصة بالمواطنين أو حتى سيارات النقل الجماعي أو سيارات النقل الفردي التاكسي، كل هذه السيارات الآن متزينة بعلامات وإشارات مؤتمر المناخ كوب 27، وأيضا الإرشادات التي ملأت الطرق لحث المواطنين على التحول للأخضر بشكل عام واستخدام دائما المواد الخضراء بشكل عام. هذه أيضا نقطة هامة.
التكاتف المحلي داخل مدينة شرم الشيخ، سواء كان من محافظة أو بتوجيهات من الرئاسة أو حتى من العمال أو حتى من قاطني المدينة، هذا التكاتف المحلي بالطبع هو له هدف رئيسي، وهو الخروج بصورة مشرفة بمدينة شرم الشيخ في استقبال ضيوفها القادمين في نوفمبر القادم، وهو أيضا يعني لخروج مصر بصورة مشرفة، وهي جزء من القارة الإفريقية، القارة الإفريقية التي يعني ربما لها التأثير الأقل بالنسبة للقارات الأخرى والدول الأخرى في التأثير السلبي على المناخ، وبالعكس هي الأكثر تأثرا سلبيا بالتغيرات المناخية. نعم، كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من مدينة شرم الشيخ مدينة السلام، شكرا جزيلا لك.